تعلن بداية انطلاقة الشوط الرئيسي، شوط الزمول وتنافس على الشلفة الذهبية. الزميل عبد الرحمن أحمد، الرمز الأول، رمز هذا الختام، رمز يوم الوداع، ولكن لا وداع في رياضتنا، نتواصل دائما من خلال التحديات، من خلال الانطلاقات، من خلال هذا المسار. بدأنا الآن بالانعطاف في اللحظات الأخيرة والمنعطف الأخير المؤدي إلى المنصة الرئيسية بميدان الشحانية. ما شاء الله، هناك على البداية على الانطلاقة الأولى 2 كيلو، باقي على خط النهاية، باقي على هذا المسار. استأسد الأسد، وصل الأسد، انطلق الأسد، أعلن الأسد أنه أسد هذا الميدان، الأسد لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبقيادة أيضا راشد محمد السم المنصوري المضمر المستحيل. بدأ الضغط قادما، هنا الانطلاقات، بنغازي وصل، وصل بنغازي، غير إلى الصدارة، إلى المركز الأول بنغازي. ما شاء الله، من هذا المكان، من ميدان الشحانية، هناك يتابع هذه اللحظة بنغازي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سالم بن فاران المري الذهبي، الذهبي ذهب المضمرين، هناك مع 1500 المعلنة لهذا الانطلاق. بنغازي وهو بنغازي على الصدارة كالعادة، يحلق هناك على مقدمة هذا الشوط. متعب يعود في المركز الثاني لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سعيد بن شطير الوهيبي، وهناك على المركز الثالث، على المركز الثالث الأسد أيضا لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة راشد محمد بسم المنصوري، وهنا على المركز الرابع عودة إلى هياض، هياض على المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وأيضا محمد بن خالد العطية مع هذه الانطلاقات، المشاغب المستحيل الشاطر، وهنا الذهبي، الذهبي مع الذهب، الكيلومتر الأخير، النهاية الأخيرة، كيلو التحديات، كيلو الصراع، كيلو الذي نقترب به إلى الذهب، إلى ذهب هذا الميدان، ذهب هذا الختام. بنغازي، بنغازي على السيطرة، بدأ التحرك، بدأ التحرك، بدأ الكل هنا يعلن هذه الانطلاقة. بنغازي هناك في الصدارة على مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير سالم بن فاران المري، وهنا وصل هياض، هذا هياض، انتقد هياض، انتقل هياض إلى المقدمة، إلى الصدارة بنفس الشعار العنابي، سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وهنا محمد بن خالد العطية، شاغب يا مشاغب، انتقل يا مشاغب، سلامي على هياض، هياض يريد تكرار الإنجاز، يكرر ويعود إلى العام الماضي من خلال هذه اللحظة. هياض الشحانية الانطلاقة، هيض هياض، هيض هياض، انتقل إلى خط النهاية، إلى الانتقال النهائي، إلى السلام، إلى 400 متر الأخيرة، خط النهاية، يحتفل بشلفة الذهب، شلفة الذهب هياض، هياض الشلفة، والشلفة ذهب، وهياض الذهب. محمد بن خالد العطية يعلن هذه الانطلاقة، يعلن هذا التحدي، يعلن هذا الاندفاع. سلام يا شحاني، سلام، سلام يا الذهبي، سلام، سلام يا المشاغب، سلام، سلام هنا مع هذه اللحظة. ما شاء الله، سلام يا الدوح، سلام يا الدوح، سلام يا هالي قطر، سلام يا هالي قطر، سلام يا الشحانية، سلام يا العنابي، سلام، سلام، سلام. مشكور يا محمد يا ابو خالد يا العطية على هذا الأداء. ما شاء الله، للعام الثاني على التوالي، خلاص هياض على الصدارة والمركز الأول والشلبة الذهبية، المركز الثاني. متعب لهجن الرئاسة في المركز الثاني والمركز الثالث. بنغازي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المركز الرابع، ذهب إلى التبر لهجن العصب، والمركز الخامس الأسد لهجن الرئاسة. هذه الانطلاقة مشاهدينا الكرام، وهنا اللحظات التي تحمل هذه البداية، تحمل هذه الانطلاقة. ما شاء الله، سلام شحاني، سلام، سلام عنابي، سلام، سلام التحية، سلام، سلام الأداء، سلام، سلام الانطلاق. ما شاء الله، مع هذه اللحظات، مع هذه التحية، مع هذا الأداء اللي قدمه هياض، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تهانينا لك يا أبو حمد
على هذا الأداء. تانينا محمد بن خالد العطية المشاغب بالفعل، ولكن شغب مع الأصالة. 12 دقيقة 58 ثانية، 6 من الأجزاء من الثواني هو التوقيت الزمني الذي انتقل به هياض إلى الصدارة إلى المركز.